طيب خلونا مشاهدينا نروح بقى لشأن طبي وحضرت طبيبة بريطانية من إن الإصابة بالتهاب ملتحمة العين بيشير للإصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا. وصحيفة ديلي إكسبريس نشرت تصريحات الطبيبة واللي قالت فيها إن أعراض التهاب ملتحمة العين دي بتعتبر الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص اللي لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض. وأوضحت الطبيبة إن نص الأشخاص اللي فقط أصيبوا بالأوميكرون بيعانوا من أعراض نموذجية لكوفيد 19 في شكل حمى وسعال وفقدان لحاسة الشم، وبيواجه البعض أعراض غير عادية زي التهاب الغشاء المخاطي للعين. طبعا الحديث عن الكورونا ما بينقطعش، الكورونا ومتحورات الكورونا والأثار اللي بتترتب على الإصابة بالكورونا وطبعا البوست كوفيد والحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عنها، وهي مرتبطة مش بس بالعين ولكن مرتبطة بكل التخصصات الطبية. ربما كل الناس بتتكلم على تبعات الكورونا وتبعات العلاج وتبعات الإصابة بالكورونا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع من خلال الدكتور أشرف الهباء، أستاذ جراحة العيون، هو معانا تليفونيا. أهلا بيك يا دكتور أشرف وصباح الخير. صباح الخير أستاذ هشام، ازيك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم، منورنا. طبعا فرصة كويسة يا دكتور، كل المستمعين والمشاهدين ربنا يعزك ويبارك في حضرتك. فرصة كويسة يا دكتور إن احنا نتناقش في القصة دي مع حضرتك ونعرف الناس مبدئيا يعني إيه ملتحمة العين، لأن طبعا ده مصطلح طبي أولا. يعني ملتحمة العين هو غشاء رقيق جدا بيغطي بياض العين مع الجفون من الداخل، ده اسمها ملتحمة العين. يعني دي بتكون ظاهريا الناس بتشوفها عادية ولا محتاجة؟ لا ما فيش حد بيشوفها، لا ما فيش حد بيشوفها، اللي بيشوفها جفون العيون بيشوفها على الجهاز، على الجهاز اللي هو المكبر للعين. هل دي بتأثر على الرؤية او على العين بشكل عام؟ اي خالص، هي طبقه بتحمي العين، بتحمي بياض العين وبتحمي الجفون من الداخل، هي طبقه يعني لحمايه العين. ازاي بتتاثر بالكورونا يا دكتور او بالاوميكرون؟ بص حضرتك، احنا كنا ايام الكورونا نفسها كويس غير الاوميكرون دلوقتي، كنا دايما نقول ان الثلاث حاجات دول اللي هم العين والانف والفم ممكن الفيروس يخش عن طريقهم. يعني اذا واحد عطس وانا قريب منه فانتقل الفيروس ده لمنطقه من الثلاثه دول، العين عن طريق الملتحمه او الانف او الفم، فهو اللي ثاني ايه يصاب بالعدوى. تمام. حاليا دلوقتي الاوميكرون برضه ممكن ينتقل طبعا عن طريق برضه السعال، واحد بعطس وانتقل الرذاذ الى عين الشخص اللي قدامه، فهتصاب الملتحمه بالتهاب والعين تحمر كويس. ولكن نسبة حاليا دلوقتي الاوميكرون مش زي الكورونا، يعني الكورونا كانت النسبة عالية قوي، دلوقتي النسبة غالبا من 1-3% في الاوميكرون، يعني نسبة احمرار العين مش عالية قوي، يعني الناس اللي عندها اوميكرون واللي عندهم نسبة يعني عندهم اعراض الاوميكرون في العين قليلة جدا. طب قول لي يا دكتور، دكتور أشرف، قول لي إزاي العين بتتأثر بالكورونا بشكل عام، بخلاف طبعا الدراسة البحثية أو اللي حذرت منه الطبيبة البريطانية، إزاي ممكن العين بتتأثر وإحنا في بداية الجائحة لما حضراتكم كنتوا تقولوا محدش مثلا يفرك عيني أو محدش يحط إيدي على عيني، كنا بنستغرب جدا بصراحة، ولكن دلوقتي الموضوع بدأ يتكشف بشكل كبير. فعلا، بس هو بس برضه هقول لحضرتك حاجه، يعني هقول لك برضه ان العين طبعا بتصاب بسهوله قوي طبعا، لها طبعا لو واحد زي بتاع كده حصل ان هو عنده مش لابس الماسك بتاعه وعنده وبيعطس، فهو بيأذي اللي قدامه، الفيروس بيتنقل عن طريق الملتحمه، بيخش في الملتحمه بتاعه العين عن طريق مستقبلات اسمها الانجيوتنسين ريسبتورز، انجيوتنسين 2، وبتخش بعد كده لخلايا الجسم عن طريق الجزء عن طريق المستقبلات دي بالذات يعني. لكن انا عايز اقول ان احنا دي طريقه، الطريقه الثانيه طريقه اللي هو الفرق في العين، طبعا واحد يده مش نظيفه كويس او ملوثه او بيسلم على حد كان عنده الميكرون ودعك في عينه، فهتنتقل برضه الفيروس هينتقل للعين ومنها الى الجسم. وطبعا اي خلل في الملتحمه بطبيعه الحال هيعكس ده طبعا من انتقال الفيروس من الخارج الى الداخل. فهيدي بقى طبعا، وساعتها ممكن العين وخد بال حضرتك من حاجه، ان ساعتها ممكن العين تاخد اللون اللي هو الاحمرار اللي هو الوردي ده، مش احمرار شديد قوي يعني، ممكن ما تاخدوش يعني، ممكن ما يظهرش لون احمرار، ممكن يبقى عنده اوميكرون ومش ظاهر في عين، وممكن يبقى عنده اوميكرون وظاهر في عين. طيب كتير جدا يا دكتور اشرف بيتكلموا على تبعات الكورونا، تبعاتها بالنسبه للاشخاص اللي ما كانش عندهم اي مرض بخلاف الكورونا، وبعض الناس اللي عندهم امراض بطبيعه الحال بتؤثر على العين زي السكر على سبيل المثال، ازاي ممكن المريض بعد التعافي
يكون متأثر بالكورونا أو أي مرض تاني كان بيعاني منه؟ هي الكورونا طبعا يعني هو ده فيروس كويس، وممكن الفيروس ده إنه هو طبعا يعني يتكرر، ده اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه. يعني الفيروس يحصل مرة واثنين وثلاثة، فتلاقي الناس مصابين بالكورونا يصاب مرة واثنين وثلاثة، لكن هي ما بتسيبش عندنا الحمد لله بفضل ربنا ما بتسيبش اثار في العين، اثار سلبيه، يعني مثلا تاثر على قوه الابصار او تحدث مثلا امراض زي الميه البيضاء او الزرقاء او كذا كذا كذا، ما لهاش تاثير، هي لها اعراض بس ممكن تظهر في قلب العين. انما بقى الناس اللي هم اللي عندهم سكر طبعا، فطبعا يعني ربما يحصل تاثر في المناعه نفسها بتاعتهم كويس، فطبعا ده هيعمل ممكن يعمل في خلل في بعض وظائف العين. طبعا من اهم الحاجات اللي بتعمل خلل في وظائف العين عندنا هي ظهور الميه البيضاء، لو حصل بقى لخبطه في الوظائف بتاعت العين نفسها. بقينا كتير جدا يا دكتور اشرف بنسمع على الناس اللي هي بتحقن عينيها باستمرار. في السكر طبعا. عشان ارتشاح الشبكيه. الحقن بتاع ده حل امثل عشان تعالج المشكله يا دكتور اشرف؟ هو لغايه دلوقتي بالان احنا ما عندناش غير حاجتين اثنين بس عشان نعالج ارتشاح الشبكيه اللي هو السكري اللي هو ناتج من السكر، هما حاجتين، يا اما ان انا اعالج بالحقن يا اما ان انا اعمل ليزر على الشبكيه. الحقن طبعا ده ممكن يتعمل اكثر من مره، ولكن انه بحساب، لانه برضه زياده عدد حقنات العين ربما يضر بعصب العين، فانا لازم احقن بحساب. خدت بال حضرتك بروتوكولات الحقن بتتغير من فتره للتانيه طبعا للنتائج اللي دايما اللي هي الجمعيات المختصه بالسكر بتعمل دراسات دايما بحثيه، فبتشوف ايه الاعراض وتقول لنا مثلا لا غيروا البروتوكول، كنتوا بتعملوا حقنه كل كذا هتعملوا كل كذا، خدت بال حضرتك ازاي؟ انما كوسيله علاج ما زال هو الحقن داخل العين هو ده انسب حاجه لعلاج الارتشاح السكري، ولكن ربما طبعا نحتاج بنسبه كبيره قوي الى عمل ليزر على الشبكيه. ده مهم جدا. ان شاء الله رب يشفي الجميع، ونشوفك قريب باذن الله معانا هنا يا دكتور كده، ونفتح النقاش في كتير جدا من الحاجات اللي بتخص امراض العيون.